السلام عليكم. اليوم نروح لولاية تبسة لنقف على جانب من الأشغال نتاع يعني تطوير الشبكة الوطنية للسلك الحديدية وربط منطقة الحجبة بالشبكة الوطنية للسلك الحديدية، وكذلك تطوير البنى التحتية للجهة الشرقية اللي كما على بالنا فيه زوج مناجم ضخمة منجم الحديد إذا في الونزة وكذلك منجم الفوسفات، إلى جانب عدة مناطق صناعية ومناطق نشاطات صناعية في ولاية تبسة وسوق هراس إلى عنابة إلى كذلك في المستقبل بمالا إلى واد سوف والجهة الجنوبية. إذا كل هذه المنطقة يتم تطويرها بشبكة جديدة وعصرية وعالمية للسكك الحديدية لتشمل عدة منشآت فنية من جسور وأنفاق. إذا نخليكم تابعوا جانب من هذه الأشغال، والسلام عليكم. ديروا لي كامل.